أنا إنسان والحمد لله مستقيم ولا أزكي نفسي، ولكن عندما أرى النساء أميل إليهن ببصري وليس مستمرا، وبعد ذلك النظر أتبعها بالاستغفار والصلاة وأندم، ولكن سريعا ما أرجع للنظر مرة ثانية، علما بأنني لا أزني ولا أنوي الزنا. عليك يا عبد الله أن تكف بصرك وأن تجتهد في غض بصرك، لأن الله يقول من يغض من أبصاره، فأنت مأمور في غض الأبصار والحرص. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النظر فجأة قال لك الأولى وليس لك الأخرى، قال اصرف بصرك، فإذا ابتلي بالنظر فليصرف بصرك ولا يتبع النظرة النظرة، هذا لا يجوز. ولو كنت تستغفر بعد ذلك ليس لك أن تتبع النظرة النظرة، بل عليك أن تغض بصرك وتعرض عن ما تبتلى به من النساء إعراض المؤمن الذي يخاف الله عز وجل. وأما كنت تستغفر بعد هذا هذا عمل صالح طيب واجب عليك، لكن عليك قبل هذا أن تعرض عن المعصية وأن تبتعد عن المعصية أولا قبل أن تقع، وعليك أن تغض بصرك وتصرف بصرك وتحذر شر النظرات. فكم من نظرها عقبت حشرات والعياذ بالله، وكم من نظرها عقبت شرا عظيما وفسادا كبيرا. نعم نسأل الله العظيم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، اشتاقنا على اصحاب الاعذار وانتظارا لصلاه الجنازه. وفق الله الجميع.